الوقائع والنوازل تتجدد في كل عصر، ويأتي الناس من الأحداث ما لم يكن به عهد لمن مضى، فلذلك يحتاجون فيه إلى معرفة حكمه الشرعي ولا وحي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد أنزل الله عليه في القرآن: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. لكن الإحالة هي ما أحال الله به إلى الراسخين في العلم، فإنهم لا يأتيهم وحي ولكن لديهم فهم يرزقه الله من شاء من عباده، فيفهمون به في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعرفون الحكم الشرعي من تلقاء القرآن. في أيام عمر بن الخطاب رضي الله عنه ولدت امرأة ولدا لستة أشهر من زواجها، فجاء زوجها إلى عمر بن الخطاب فرأى أن هذا الولد ليس منه، وأنه تبين أنه تزوجها وهي حامل، فأراد عمر أن يقيم عليها الحد. فجاء علي رضي الله عنه ورآها وقد حكم عليها والناس يمضون بها، فقال: ما لها؟ قالوا: أتت بولد لستة أشهر. فحكم عليها أمير المؤمنين بالحد، فقال: ردوها. فردوها، فجاء إلى عمر فقال: إن الله تعالى يقول: وحمله وفصاله 30 شهرا، ويقول: وفصاله في عامين. فإنه بين أن الفصال يكون في عامين، وذلك من 30 شهرا التي هي الحمل والفصال، فكم تراه ترك للحمل؟ إذا أخذ حولين كاملين وهما 24 شهرا من 30 شهرا، كم يبقى من الأشهر 30؟ 6 أشهر. فهذا إذا أقل الحمل. فقال عمر: اللهم إني أعوذ بك من معضلة لا أبا حسن لها. فدرأ عن تلك المرأة الحد،